صورنا مجمع الصالات في صباح السالم، والله العظيم مراسلنا راح ودش المشروع وما في أحد ولا حراسة ولا هم يحزنون، وصور وشوفوا المدرجات اللي فوق شون ميلها الكبير، وشوفوا الاسمنت اللي على المدرجات اللي قالوا أحدث مجمع للصالات المغلقة. طق طق الهيئة العامة للشباب والرياضة، ممكن تقولون متى يخلص المشروع على أعلى المواصفات؟ ديوان المحاسبة أنا على يقين إن كتبوا ملاحظاتهم، روحوا شوفوا المشروع وشوفوا إيش قاعد يصير، ترى في شغلات تعور القلب بهالبلد. أعطوني التقرير. ضمن خطة عمل الحكومة على دعم المشروعات الإنشائية الشبابية والرياضية لاستثمار طاقات الشباب وتوجيههم إلى ما يحقق تطلعات الدولة لرعاية شبابية ورياضية مميزة، مشروع مجمع سعد العبدالله للصالات المغطاة. يتكون المشروع من 3 صالات أولمبية، منها الصالة الرئيسية لإقامة بطولات كرة السلة والطائرة، تتكون من 5 طوابق وتتسع ل5000 متفرج، بالإضافة إلى صالتين من 3 طوابق، أحدهما لاتحاد السلة والأخرى لاتحاد الطائرة. وتتكون كل صالة من 3 طوابق علوية وتتسع بدرجات الصالة ل1900 متفرج. الذي يشتمل على 60 غرفة، بالإضافة إلى نادي صحي وعيادة طبية وكافة الخدمات الخاصة باللاعبين والجماهير والإعلام، مبنى لمواقف سيارات. يقع المشروع بضاحية صباح السالم على مساحة 19.85 متر مربع. عطني يا مخرج شو بوكس، حلفتكم بالله هذا المشروع توقع مباشرة العمل ب 2011، واليوم احنا والمفروض نستلمه ب 2014، هل هذا مجمع عالمي؟ هل هذه صالة عالمية؟ هذا اللي كنا ننتظره وسميناه باسم الشيخ الله يرحمه الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، هل هذا مجمع عالمي؟ صالة مغطاة؟ ومتى بتخلص؟ ومتى يتم إيصال التيار؟ أنا ماني شايف إنه مجمع عالمي، مجمع جدا عادي. المجمعات السكنية اللي حوله أكبر منه، وهناك جامعة أمريكية أكبر منه خلصت وعلى أحدث تقنية، وما زلنا على هذا المشروع لم ينتهي، وإحنا ب 2016 دخلنا على 2 سنين والمشروع متأخر. شوفوا أعزائي المشاهدين المدرجات اللي فوق اللي فيها علم الكويت، شوفوا شلون الميلان مالها، شوفوه فوق، شوف طريقة الميلان الحادة. يا جماعة نبي نعرف شو القصة، الفيل كبر يا ناس. للأسف منا للإخوان المسؤولين، أتمنى أن يكون هناك رد ويقولون أن نفتتح بعد 2020 وأنها فعلا صالة حديثة، أتمنى يكون الرد، أتمنى، لكن شيء يعور القلب. كلكت للمرة الثانية أستاذ جابر الأحمد، يعني لازم اللي يتدخلون للإصلاح حسافة. نكمل أخبارنا.